بخير برشا تعبت البارح ونمشي فوق ثلاث نهار مسكين ذي طرق طرق خازري صباح الخير خوي شنو امورك صح؟ سانكيتو على شبيه ظهرك شبيه احكي لي احكي لي جا ربي جرست ولا ربي بيه بيه الشباب راقدين نفسي شنو امورك صاحبي قلت بك ديه بالله واش بك عافيه يا دي وينوس بدريك شيء ولا ماني عارف بابا سليم تعرف كذا اللي فتنا فيها شوف بعض شبيك طارق شبيك كيفاش؟ هذه بتنا فيها اخوي اسمعي لي فشخ في النوم مع كل يلموا في الدبش هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا المصور هاي مرحبا شنو فما في المنيو وليل عم تلقى صح صح مني مزيد لازم تاكل في الشفيخ وليل عم تلقى ودير الزيت من الفابور المنيو دوما اخويا باش يشدوا ثنيا وحدهم التوزر خويا استحفظ لي عليه السيد هذايا هاي الناس تواي سيسروا يحكي معي ماشي عرفتي ماشي تجري انت وحدك انت وسيري ومحمد يعني كيد بتاعك مش وحدي ساعدك خلي انت نحكيكم عليهم يا طروق قولك صح هنا الطرق ملا الدنيا لا شفت الخط هذاك هذاك الخط نتاع الحد وشنو فما من زير من غادي شنو هي البلاصه شيرا من غادي شو اسمه ولايه واتسو واتسو فما معبر فما معبر تاع حاجه بعيده علينا هنا حكايه 50 100 100 بالضبط هذاك مش هذيك صح جماعه من هذا جماعه فاتين تاع سندس ها ما كيف ها
يمشي ويجوا على بعضهم عادي راه. فهمت. غير ما يقعد ماشي للمعبر المعبر هذا المعبر يمشي يدخل ويخرج عادي. فهمت. هاي ديجا مولي وقالوا مصهرين بعضهم. عرس عرس شو ما دير يدخل وتوما. عرس يخرجوا وتوما تمشي ازاي عادي. الخط ده بيبقى شنو هذاك الخط السدودي هذاك. وهذايا سعد التمغزى. التمغزى وراها هاوني جينا نحن. هاوك جينا من غادي. وبعدين تلقى الحد نتاع الدزاير. جينا من غادي سيدي سعد. توا باش نكملوا حتى للشبيكة. سعد كاسحة على الاخر. اما جونا به كملناها. كوكب الأولى للشبيكة. توصلنا للشبيكة وأخيرا تو أنا وصاحبي طروق. وين طروق؟ احنا في الصحراء. في الصحراء فما شيء. فما شيء ولا طحنا وموت طارق مزالولة 30 كيلو ولا مزال الله يستعب يكملوهم 30 كيلو مرة صعب يا وصلنا التوزر وهذا الخزري ثمانية باش نمشي نشوفو بلاصة نكمبيو فيها ثمانية هيدا البوال نشوف نلقاوش حد عنده هكا واحد خلينا نبيتو هي ايدن بحالها.